الى جانب دروكبا. هناك اللاعب لومبارد، دروكبا ينفذ والهدف. بالفعل قلت على ان ضربه الخطا خطيره بالنسبه لتشيلسي، ودروكبا هو من سينفذ. بالفعل دروكبا ينفذ ويضيف هدف اخر، هدف ثالث لفريق تشيلسي في هذه المباراه، لتصبح حصيله دروكبا في الدوري الانجليزي حتى الان 11 هدف. نعتبرها ضربه جزاء. بالفعل 11 هدف، ويلتحق بجيرمان دوفوي في مقدمه قائمه الهدافين في الدوري الانجليزي ب 11 هدف. ودائما يسجل على الارسنال، يعني التسع مباريات الاخيره كلها سجل فيها، الان سجل فيها 10 اهداف في تسع مباريات ضد الارسنال. وحتى تشيلسي وفي الدقائق الاخيره، فجوج ديال الاهداف تسجلوا في الدقائق الاخيره من